كنت نصوت ولا شي نظرا للفشل ديال الاحزاب السياسيه ونظرا لتكرار الوجوه لقائدين هذه الاحزاب السياسيه ما كنلقاوش الجديد. دونك انا عمري ما حاولت نصوت ولا نمشي نصوت نعبر عن صوتي ولا شي لان ما كنلقاش الجديد. كل عام كنلقى كتكون دورة انتخابية كتكون غير بعض الشعارات ما كنشوفوش داكشي على في الواقع. هذا هو المشكل. دونك انا تقريبا عمري ما فكرت بانني غادي نمشي نصوت وعمري ما غادي نفكر. هذا هو سميتو ليسونسييل. ولكن بالنسبه لهذا مؤخرا وقعت تغيرات، كاين دستور جديد، كانت 20 فبراير كذا، يعني واش ما تغيراتش النظره ديالك للسياسه من خلال هذا؟ لا ما سميتو للاسف ما تغيراتش لانني ما كانش شي جديد، كاين شي جديد ملموس ما لاحظناش. الحالية نقول لك بأن حكومة فاشلة بجميع المقاييس الدولية، لأن الحكومة أعطت واحد الوعود كاذبة للشعب. أن لما نذكر الأسماء ديال سميتو اللي شادين الحكومة، ولكن أعطاو بأنه غادي يديروا الاستثمار، أن نسبة نمو ديال التنمية غادي تكون 8 فاصلة، بأن ونزيدوا عاوتاني بأن كيقولوا بأن نسبة البطالة 8.1%. جو بونس لا زدنا قارنا نسبة البطالة بجارتنا ديال إسبانيا غتلقاو نلقاو 22 فايت هاد سميتو هاد لوطو. ونبدا نقارنو المستوى الاقتصادي ديال اسبانيا لا علاقه له بالمغرب. انا بغينا غير نقارنو المستوى ديال سميتو ديال الفوتبول، لا بغينا نقارنو بارسا ريال كونتر رجاء وكرا شي حاجه اكسترا اوردينير، ما نقدروش نقارنو بيناتهم. هذا هو البروبليم. شكرا. وشنو الحلول اللي كتشوف لهاد؟ كنظن الحلول هو ان الاهليه خصها تكون يستحقها يشد المنصب، ما يكونش هذاك الشيء عن طريق المعرفه وداك الشيء.